العلمانيين ديل أعداء للدين، واليومين ديل عندهم مسلسل انتشرت في مواقع التواصل، والحمد لله رب العالمين استنكرها جميع المسلمين. مسلسل بايخ فيه طعن في الدين وإنقاص أو انتقاص من الشخصيات المسلمة التي تقود المجتمع إلى ما فيه صلاح الدنيا والدين. واحد اسمه زول صغير وأنا بعرفه، هو الشلة اللي فيه معه، والشباب اللي بيشيلوا له الكاميرا من الحلة دي بعرفنا أفشل شباب عندنا في الحلة. الأولاد اللي قاموا معهم الحمد لله رب العالمين مستقيمين على الدين وشغالين يتكسبوا في الدنيا ويتزوجوا وأمورهم مشت، لكن الشباب المبارين ديل شباب صايعين ضايعين دايرين يضللوا شباب المسلمين. جا دخل الكاميرا بتاعته جوا الجامع، أول حاجة التمثيل في رقبته حرام وكذب، ده في رقبته، وتمثيلك ده أكثر حرمة من غيره لأنه فيه استهزاء بدين الله. عنده برامج كثيرة فيها استهزاء بالدين، عنده برنامج جايب له بيت، طبعا هو بيجيب البنات المتبرجات، أي بيت مطلوقة لافة في الشارع بيجيبها بيعمل معاه لقاء. قبل سنة أو أكثر جايب له بيت فاشلة مطلوبة هدف أكوها في الشارع، قال لها أنت لو في زمن الجاهلية في كاميرات وقالوا لك تصوري سيلفي حتتصوري مع منو؟ أتخيلوا يا إخواننا إجابة البيت كانت شنو؟ قالت له أنا بخجل أتصور مع نبي. شوف الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ قالت له أنا بخجل أتصور مع نبي، أقول له يا نبي سيلفي. ده نحن نخليه الود الفاشل ده؟ دخل الكاميرا بتاعته جوا الجامع وجاب له شخصية عمل له دقن، هو حالق دقنه عمل له. أول حاجة اللحية دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما عجبك نحن عجبانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشارب واعفوا اللحى، الحرقات دي ومخوفات نحن بنخليها أبشرها وبنسريحها زي ما قال عمنا، نسريحها وندهنها كمان. ثاني في كلام جاب له المكشر راكب في المنبر، لا قال آية لا حديث، كلام فارغ وكلام عبارة عن لولوة داير يوصل للمجتمع إنه دي خطبة الجمعة عند المسلمين بالطريقة دي. طبق أنت ما حضرت جمعة؟ ما شفت الأئمة ديل بيطلعوا في المنابر كيف؟ بيذكروا الناس بالآيات وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الخطب التي في المنابر يقوى إيمان العبد وتنصلح حاله ويتعلم دينه. هسه نحن الليلة في جمعتنا دي اتكلمنا عن حديث البخاري ومسلم، في أحكام انت ذاتك ما عارفها، أصل دي ما فيها شك، انت لو عارفها كان بيجي زول فاشل زول صغير ومسمي نفسه زول صغير. وأكثر حاجة صدت فيها في البرنامج بتاعه ده التسمية بتاعته لنفسه بزول صغير، وصغير ده نافع ده ما نافع؟ هو الشلة اللافة معاه دي بعرفه منا كويس. فجاب لي واحد ركبوا المنبر داير يضعن في الدين، زول مكشر وأئمة المنابر ناس ظريفين وفي أسره مستغرين، أنت يا ولد عمرك كم؟ تعال هنا دي أنا بجيب لك أئمة بتاع المنابر ناجحين في الدنيا والدين في أسره وفي عائلتهم كلها مؤثرين ويحسنوا للناس ويتصدقوا على المساكين وكريمين، لأنه مشى قدام جابوا قاعد قال في البيت، جابوا لنا في المنبر شخصية فاشلة، يعني ما بتنفع معنا شخصية زي دي.
جابوا في البيت شخصية جلفة، تعاملوا فظ مع أهله، ده ما من الدين يا زول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ده نحن قدوتنا. تعال عليك ولا شو؟ تما شفت الدعاء ديل في بيوتهم كيف؟ ما شاء الله، مع أولادهم، مع زوجاتهم، مع أبوهم، مع أمهم، مع كل المجتمع، معروفين بفضل الله عز وجل. جاب قال طلع عليه كرتونة بتاع الباسطة، قال بيحسب في الباسطة 1 2 3. يا أخوانا في كلام زي ده يا أخي؟ يا خلي قال بتعديل، زول سوداني ساي، ما زول صغير، انت ما صغير بتعملها، زول سوداني ساكت، الحركات دي ما بسويها. يا اخي نحن عندنا شهامه كسودانيين، وعندنا رجوله، وعندنا كرم. قال حسب الباصه اللي كان اقصى 3، قوم البيت وما قعد في باصه، في 3 قطع بتاع الباصه. بالله يا اخوانا، ده رجل الدين عندنا؟ ده ياهو عندنا كده؟ دير الألمانيين اللي عندنا كده فاشلين في الدنيا وفاشلين في الدين. أما رجال الدين ما بالطريقة دي، ما تلعب. فدير دارين يضللوا المسلمين، ودارين يبعدوهم عن دينه، ويحسسوهم إنه الدين ده شعارات بس، ما حقيقة. حقيقة يا زول، الرجل المدين ده مدين، الرجل المستقيم ده مستقيم. جابوا في دكان قال بغازل النسوان بيدقنوا، ما في كلام زي ده. الرجل المستقيم ربنا تبارك وتعالى قال: وقل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما في بتعينوا للنسوان انتوا ديل يا علمانيين يا فشلة، تجيبون في برامج، تجيب بيت متبرجة ترحم لابسها، لابسة بنطلون يظهر جميع المفاتن بتاعتها، دي مطلوبة ولا ما مطلوبة؟ دي متبرجة ولا ما متبرجة؟ دي نحن عندنا في المجتمع السوداني دي فاشلة، ودي ما بتشبهنا. زي ما قال عمنا، قال لك فاشلة وانا بزيدك فاشلة، وانت افشل منا الواقف معانا. فالجماعة دول دايرين يلعبوا بديننا، دايرين بناتنا يمرقوا من برا متبرجات، فكشعور ديل مثقفات عندهم، وديل يعملوا معانا البرامج، وديل يشكروهم. يقول لك يا زول فلانة جاتنا في البرنامج نستضيف النجمة الفلانية فاشلة. دي شخصيات دايرين يرفعوها لنا في المجتمع، ودايرين ينزلوا لنا الشخصيات التي تصلح المجتمع. شوف، رجل الدين هو الذي يصلح المجتمع بعد الله تبارك وتعالى. ده بيذكر الناس بالله، بيذكر الناس بصلاته، بيذكر الناس بتوحيده، بذكر الناس بصيامه، بديهم مواعظ لينا، بديهم كلام طيب، كلام لين إلينا القلوب، بديهم كلام فيه ترهيب. الليلة نحن شغلنا ده ما شغل بتاع ترهيب، انت ما لعبت بالدين. عشان كده نحن لابد نسجرك وننجمك ونأدبك ونأدب جميع العلمانيين اللي دارين يلعبوا بديننا دي. فالخلاصة، البرنامج ده الناس تقاطعوا، ده برنامج فاشل ذاته، وفي رمضان ده ذاته وفي غيره من شهور السنه ما تدرب مسلسلات وكلام فارغ. دي كلها اشياء ممنهجه لتضييع الاسر المسلمه.